بثمانية أفراد بدأوا واليوم ألفا بلغوا، وبشعبيتهم قلوب محبيهم أسروا. إنهم الصقور الزرقاء أو البلو هوكس، أول أتراس عراقي يؤسس لمؤازرة نادي القوة الجوية العريق. هدفنا هو المحبة، هدفنا احترام، لا للعنف. احنا اليوم ما نريد عنف، ما محتاجين عنف. احنا بلد يعني وكل البلدان العربية جت تمر بأزمات، يعني قتال وحرب، احنا ليش نقول ما نريد هذا الشيء؟ بتمويل شخصي لا يتعدى آلاف الدنانير، وباجتماعات بسيطة تنتقل بين منازل الأعضاء، يتم فيها توزيع مهام تحدد مسبقا عبر موقعهم في الفيسبوك الذي بات مصدرا لعنونة شعارات كل مباراة، ومفخرة لسلوك أعضاء لتراس الصقور. صرنا أول أنتراس بغرب آسيا، فمن برزنا وسوينا هالفكرة بدينا بها بأسس رصينة، يعني خلينا ارتباطنا ويا الأطراس العالمي وجمعية الأطراس العالمي والأطراس العربي، وهم مشكورة جهودهم كانوا مساعدين إن بكل طاقاتهم، يعني وضحونا الفكرة ساعدونا. بدايتنا كانت بداية كلش بسيطة، وأطراس العالمي مثل ما يعرف كل العالم بين أطراس تمويله ذاتي، تمويله لا يرتبط برابطة ولا يرتبط بشركة ولا يرتبط بأي شخص معين، تمويل ذاتي من جيبنا الخاص ومن يعني بيناتنا. الحمد لله وشكر قدرنا بين نبرز عن باقي الجماهير وعن بين كن صار جمهور القوة الجوية. تراس القوة الجوية هو الأول بالعراق. عشية كلاسيكو العراق بين الجوية والزوراء، يجتهد علي ورفاقه في حفظ وترديد وتأدية حركات الأهازيج وأناشيد الفريق بشكل يبهر الحاضرين ويدخل المهابة في قلوب الخصوم، لا سيما وأن رونق الدوري العراقي جماهيره. يا رب يا عالي منصر جوية غالي، بطول بالعرب جوية هز الأرض. البروفة النهائية لألتراس بلو هوكس قبل مباراة الزوراء أو كلاسيكو العراق، من بغداد مخلد محمد، العربية.